راجع اللي حكيته المره الماضيه دي سي تو دي سي كونفرتر انت دي سي سورس ومثلا لو طلعنا على بوست كونفرتر عادة ليش بنحط دايود؟ ليش بنحط دايود عادة ان باراليل مع الترانزستور؟ بنحوله لباي دايركشنال سويتش. إذا حطينا دائرة زي هيك هذا تحول لباي دايركشنال سويتش، بوصل بهذا الاتجاه لما بشغل الترانزستور بوصل بهذا الاتجاه عند الحاجة فصار هذا باي دايركشنال سويتش. احنا هون في البوست كونفرتر هذا ما بصير يكون باي دايركشنال سويتش. هذا يوني هذا عادة مش اي جي بي تي اظن هذا مصفي انا مش متاكد عن نوعه بس هدول واضح هلا طريقه عمل هاي الدائره بسكر هذا السويتش لما بسكر هذا السويتش بصير في دي سي كارنت على اندكتر اذا حطيت كونستنت دي سي كارنت على اندكتر شو بصير يعني بشحن كلمه انا فاهم عليك شو قصدك بس هي مش بشحن بمعنى الكاباسيتر بزيد الكارنت فيه فلما نقول الاندكتر حطينا عليه دي سي فولتج بدا الكارنت يزيد فيه باستمرار فهو عم بخزن طاقه ماجنتيك قديش قيمه الطاقه هاف هاف ال اي سكول في اللحظة اللي بفتح هون فيها هذا الكرنت بده يكمل بده يلاقي مسار له، هذا بتحول لسورس، لاحظوا لما يتحول لسورس بصير عندي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف فبصير ان سيريز مع السورس هذا اللي هون، فالاوتبوت فولتج بصير اي فولتج يساوي مجموعهم ولذلك البوست ايش يعني بوست؟ بوست يقوي مقوي معناها بوست فبرفع الفولتج، لأنه احنا بدينا بالانبوت فولتج مقداره هالقد ولما هذا فتح واشتغل الدايود من هون الدايود صار كانه شورت سيركت راح نهمل البوينت 7 اللي عليه فصار الفولتج هون مساوي للفولتج هون بس الفولتج هون بيساوي هذا زائد هذا بتحول لسورس هو اصلا عاده الفولتج عليه هيك مش هيك اذا اعتبرناه كلود بس لما يتحول لسورس شو بصير الفولتج تبعه نيجاتيف فبصير بلس ماينس بلس ماينس هذا زائد هذا فبصير الاوتبوت فولتج بيساوي الانبوت فولتج زائد الفولتج عبر الاندكتر. هذا فكره البوست، بعدين في عندنا الباك كونفرتر بيختلف هدول الكومبوننتس وين موجودين، وفي كمان شيء اسمه باك بوست. هلا اذا قررتوا تعمل واحده من هدول الثلاث دوائر، هذه الدائره من هون، هلا قيم سي وقيم ال بتحدد الريبل. رح ندرسه بتفصيل اكثر في الدي سي بس قيم سي بتحدد الريبل ان اوتبوت فولتج والريبل وقيمه ال بتحدد الريبل ان كرنت لانه الكرنت اللي في الاندكتر هلا رح يبدا يزيد ايمتى اي الفتره اللي بيزيد فيها لما يكون السويتش مسكر ولا فاتح يكون مسكر فلما هذا السويتش اون بالكوندكتنج ستيت رح يبدا يزيد الكرنت هون بيرتفع في اللحظه اللي بفتح فيها هذا السويتش شو رح يعمل؟ رح يتحول لسورس، اذا تحول لسورس ايش لازم الكرنت يصير فيه؟ بنزل، بنزل لانه عم برجع جزء من الطاقه اللي موجوده فيه لانه سورس الان هو برجع جزء من الطاقه للدائره ورد بشحن هذا الكاباسيتر، فهون لو اطلعت على الفولتج ما رح يكون بالضبط كونستانت الفولتج اللي هون اللي في اوتبوت في هذا الريبل الريبل هذا بيعتمد على اف ايش اف
اي فريكونسي تبعت السويتشنج. لا السورس ما له فريكونسي دي سي، السويتشنج فريكونسي اللي هون اللي بقرر راح، والاوتبوت فولتج علاقته بالانبوت فولتج بتعتمد على ايش بتعتقد؟ الار او سي. لا بتعتمد على شيء ثاني بالانبوت ويف فورم اللي بتعمل السويتشنج، ديوتي سايكل. اوكي هاي التفاصيل مش مهمه كثير، المهم هلا انكم تفهموا تبنوا تبنوا الدائره، تطلعوا هذول الكومبوننتس من هون. هلا قيمه الريبل ان اوتبوت فولتج، بقدر اخفف الريبل ان اوتبوت فولتج بنزل اذا كان زدت اف واذا رفعت سي، والريبل ان اوتبوت ان كرنت اللي ماشي في الاندكتر بقل، الريبل بقل اذا زدت اف وزدت اف. اوكي فاذا بدي اخفف هذول الاشياء، اذا بدي اخفف الريبل في الكرنت، هلا التخفيف في الريبل في الكرنت مش واضح انه مشكله كبيره، مين المشكله الاكبر؟ انا بدي هذا يكون دي سي او شبه دي سي، حتى اخلي دي سي او شبه دي سي مين برفع؟ برفع سي وبرفع الاوتبوت فريكونسي. الحقيقه مشروع حلو جدا، هذول الثلاث مشاريع هذول باك بوست او باك بوست كونفرتر فكرتهم حلوه جدا وسهل بنائهم. من هون بتاخذ، يا بتاخذه من 555 تايمر زي ما حد واحد منكم اقترح المره الماضيه، او بتاخذ هذا السويتشنج بيجي من اردوينو مثلا زي ما مكتوب الاردوينو هون، بتاخذ طبعا هذول التوتر مش هيك. ما بنفع اخذ الجيت لحالها بدون ما اخذ السورس. اوكي فاهمين؟ وين بدي احط انا الفولتج؟ بالنسبة لمين بدي احط الفولتج؟ الجيت بالنسبة للسورس. اوكي؟ زي ما في البي جي تي شو لازم ناخذ الطرفين؟ البيس والاميتر عادة لأنه كومن اميتر. اوكي ماشي واضح هاي الدائرة؟ هلا في عندنا اوبشن ثاني نستخدمه تحكم في المحركات، إذا هذا باك بوست، باك بوست. سي هون الفولتج ايش بنقدر نعتبره؟ تقريبا كونستانت، تقريبا كونستانت اعتبره هون كونستانت. بدي احاول اخفف هذا الريبل قدر الامكان، فحولت انا من دي سي فولتج لدي سي فولتج. واذا كانت الديوتي سايكل هون 50% في اوت اظن انه بيساوي في ان 1 على 1 ماينس دي سي بيرسنت. دي سي قديش قيمتها؟ من قديش لقديش الديوتي سايكل لازم تكون؟ ايش قيم الديوتي سايكل؟ لما احنا بنقول شيء اسمه ايش الديوتي سايكل؟ اذا اي سويتشنج ويف فورم الاون تايم مقسوم على التوتال تايم اسمه الديوتي سايكل. مش اخذته في الامبيدد شيء زي هيك؟ لا هاي الفتره مقسومه على هاي الفتره هي الديوتي سايكل. فاذا الديوتي سايكل كانت نص، واحد ناقص نص قديش بعطيني؟ نص. واحد على نص اثنين، فبصير عندي في اوت مثلا يساوي في ان مضروب في اثنين، فممكن اضاعف الانبوت فولتج، ضاعف الانبوت فولتج اللي موجود. ممكن كمان نستخدم بي دبليو ام، وفكره البي دبليو ام تشوبر انه انا باخذ الفولتج سورس بحط سويتش هون الكترونيك سويتش طبعا، وعندي هون لود، خليني افترض انه هذا اللود اندكتيف لود اي ار. هلا باجي باخذ هذا السورس، هلا نفترض انه انا هذا السورس 100 فولت وانا بدي احوله ل 50 فولت، بدي احول الافرج اوتبوت فولتج اللي هون في اوت اوف تي، بدي في اوت افرج يساوي نص في سورس. بهاي الحاله هاي الدائره مختلفه عن هاي الدائره، هذا هون اللود، هذا هو اللود. لاحظوا الاندكتر هون جزء من اللود، الاندكتر هون ما كان جزء من اللود، جزء من السيركت نفسها. اذا هون راح يصير اسكر هذا السويتش وافتحه، لما بسكر هذا السويتش راح يبدا الكرنت يزيد في هذا اللود. لما بفتح هذا الكونتاكت ايش المشكله؟ ما في مكان للكرنت انه يمشي. ايش لازم اعمل بالحاله؟ ايش ممكن نعمل؟ كيف ممكن احل المشكله هاي؟ هذا الاندكتر نزل زاد فيه الكرنت ووصل قيمه معينه، فجاه انا اجيت قررت اني افتح هذا الكونتاكت، ايش المشكله اللي راح تصير هون؟ فيش له مكان مش هيك؟ راح يبين فولتج عالي، راح يعمل فولتج عالي، الفولتج عالي هذا راح يتكون عبر الكونتاكت هذا السويتش من هون. ايش ممكن اعمل في هذا اللود حتى اوفر له مسار لهذا الكرنت؟ مر عليكم اخذتوا شيء زي هيك، ما اخذتوا؟ اخذتوا الفري ويلينج دايود؟ لا؟ طيب هذا بنسميه فري ويلينج دايود. بفري ويلينج دايود بنشبكه ان باراليل مع اندكتيف لودز، بعطيني مسار. شوفوا الان شو بصير. لما الكرنت هذا يزيد في اللود
هاي نفترض هاي فترة الاون تي اون، بعدين فصل هذا السويتش فتح، صارت عندي ايش الدائرة اللي موجودة؟ هاي الدائرة اختفت الان، وين الدائرة اللي صارت موجودة هون؟ مين اللي شغل هذا الدايود خلاه يصير فورورد بايست؟ الاندكتر، لانه الاندكتر تحول للسورس، فراح يصير بلس ماينس. لاحظوا بفترة الاون لما كان السويتش مسكر ايش كان الاندكتر؟ لود ولا سورس؟ لود. وكان الفولتج بلس ماينس بوزيتيف، فكان الكرنت يمر بهذا الشكل ويزيد الكرنت. اذا الكرنت بيزيد في الاندكتر معناها الانرجي في الاندكتر ايش عم بيصير فيها؟ عم بتزيد. الباور بوزيتيف لانه هو لود، فولتج بوزيتيف، كرنت بوزيتيف، عم بخزن طاقه، بخزن طاقه مغناطيسيه. جيت فتحت الكونتاكت هذا اللي من هون، راح يتحول هذا الى سورس، راح ينعكس الفولتج يصير نيجاتيف. الكرنت ما بيقدر ينعكس فجاه، مش هيك؟ اللي بينعكس الفولتج فجاه، فبيتحول بصير الفولتج نيجاتيف. ايش بيبدا الكرنت يصير فيه؟ بصير الكرنت ينزل. مين بيوفر لي فولتج كافي يعمل فورورد بايسنج لهذا الدايود؟ الاندكتر. وين بصير المسار تبع الكرنت الان؟ وين كان المسار الاصلي في الحاله الاولى؟ فهذه ستيج 1 لما يكون في تي اون، لما يكون تي اوف مسار الثاني اللي موجود هون. فبتصير بالفتره الاون بزيد الكرنت، بفتره الاوف بنقص الكرنت، ما في عندي طبعا ريبل في الكرنت. لو بدي اطلع، اذا هذا اي لود اوف تي، لو بدي اطلع على في اوت اوف تي، كيف شكل في اوت اوف تي راح يكون هون بين النقطتين هذول؟ لما يكون هذا السويتش مسكر، قديش الفولتج عند النقطة هاي؟ نفس في اس. فراح يكون عندي هون اذا نزلنا خط زي هيك، هي في اس. ولما يكون اوف راح يكون قديش؟ زيرو. اصلا هذا شورت سيركت مش هيك؟ راح يكون، فالفولتج هون راح يكون صغير. هل الاوتبوت هذا دي سي؟ لا. اذا هذا بيختلف اختلاف اساسي بي. قديش الافرج تبع الاوتبوت فولتج؟ قديش الافرج فولتج هون كاوتبوت؟ نص فيس. نص فيس. نص اذا ديوتي سايكل نص، بس اذا ديوتي سايكل مش نص يكون في اوت يساوي ديوتي سايكل في اس. هذا الافرج فولتج. اوكي ماشي، واضحه هاي الدائره؟